استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء في قصر الصافرية أمس. استقبل الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية بمناسبة زيارته للبلاد، ورحب صاحب الجلالة بقائد القيادة المركزية الأمريكية وأكد على عمق العلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين منذ عقود طويلة والمبنية على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك، مشيدا جلالته بالتقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي لا سيما في الميادين العسكرية والدفاعية لتحقيق كل الأهداف والتطلعات المشتركة. وأثنى جلالة الملك المفدى على الدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الدول الحليفة والشقيقة والصديقة في ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، منوها بجهود الجنرال كينيث ماكنزي لتطوير التعاون البحريني الأمريكي في المجال العسكري والدفاعي. وأكد جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه أن مملكة البحرين تقدر هذا الموقف من الولايات المتحدة الأمريكية الذي يؤدي إلى أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى ردع التهديدات التي تواجهها، وأن هذا الموقف لطالما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا جلالته أن مملكة البحرين ستقوم بدورها في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة. كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية وبخاصة تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة. من جانبه أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى واعتزازه بجهود جلالته في توثيق روابط الصداقة التاريخية وتعزيز التعاون العسكري مع بلاده، مشيدا بالدور الحيوي لمملكة البحرين وإسهاماتها في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. وقد أقام حضرة صاحب الجلالة مأدبة عشاء تكريما لقائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق.